طيب لما ساوثهامبتون الانجليزي طلبك ليه ما رحتش؟ او ليه ايه اللي حصل وقتها؟ ما عنديش قرار يا محمد. لا تملك القرار ساعتها، ولا تملك مدير اعمال، ولا تملك احترافيه، ولا عندنا الشكل ده خالص. ولا ممنوع اخش اسال مدير الكوره؟ ممنوع انا اروح اقول له في جالي احتراف ولا جالي حاجه؟ كان هما بيردوا ده الاقوى بقى من ده. رحنا نلعب في تركيا. انت قلت كلمه مهمه قوي، ممنوع ادخل لا اقول لا اسال. انا عم ممنوع، انا لو شفت عضو مجلس اداره جاي من ناحيه الجنينه ما ارقصه كده وما خلوش يشوفني. لا كان في انت عشان تقعد مع كاب صالح سليم كنت في الجنينه ولا حاجه وما اعرفش ايه، تحس في عينيه انه هو عايز يجي يقعد معاك. هو عايز يجي يقعد معانا. انما غير كده الداره في سيستم، الداره يعني في نظام معين واحترام معين بيسلم نفسه يعني. مش صدقني يعني كان عندنا مدير نادي الله يرحمه حاجه تتعلم منها النظام، تتعلم منها كل حاجه، امين بيشعير. ما اقدرش اقول لك غير امين بيشعير، ما اقدرش اقول لك غير في اتحاد الكوره حسن بيه الساده. يعني الناس دي انت عشان تشوفها تشوفها صدفه او هو اللي يطلب انك تجتمع بيه المنتخب مثلا او انت في النادي. امين بيشعير ده يمشي في النادي مش عايز اقول لك حاجه، اكنك جنرال ماشي في الحرب بتاعته. فريق مرتجي مثلا كان اطيب شخصيه لفريق مرتجي ده، انك لو عوزت اي حاجه ينقلني مثلا من معهد يوديني كليه يعني ياخدني ويتمشى بيا لغايه وزاره التربيه والتعليم. انت رجلينا من النادي الاهلي لغايه القصر العيني وزاره التربيه والتعليم، ويقابل الوزير بنفسه يعني بيتمشى حاضني كده وماشي بيا الفريق مرتجي. عارف يعني ايه الفريق مرتجي؟ طبعا قام قائد الجيش وقائد الحروب وقائد الدنيا دي كلها، ما ياخدك من ايده كده. فعندك حاجات لما نقعد نتكلم فيها بيحافظ رابع الضحكه بتاعته ايه ولد تعالى مش ولو انت مغلوب ولا متعادل ويمكن ده قليل جدا معلش 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 احنا يوديك في دنيا تانية ان هو راضي عنك. وكم بقى اعضاء مجلس الاداره بشوات يا باشا، بتتعامل مع ناس غصب عنك انت لازم تعمل كده غصب عنك. لا ما فيش شذوذ ولا في خروج ولا طلبات زي ما انت بتسالني. او انا اروح اقول لهم في تركيا كسرت الدنيا في تركيا، قعدوا في العشاء في انقره مأخرين العشاء عشان الراجل مدير رئيس الفرقه اللي احنا كنا بنلعبها والمدرب هيموتوا عايزين ياخدوني مروحش يعني. تركيا كمان؟ في تركيا وصحوا الفريق مرتجي بالليل عايزين مين؟ قالوا شريف عبد المنعم. عرض عليهم كام لعيب تاني ما رضيوش. قال لهم طيب ولا 10 سنين لما اسيب لعيب زي ده. جه الراجل هنا تاني، يمكن ناس كتير شاهده على الكلام اللي انا بقوله، ف ما رضيوش ان انا احترف. ما كانش فيه اللغه دي، ما كانش فيه اللغه دي بالظبط. ولا انا عاتبت النادي الاهلي ولا انا عاتبت اي حاجه، انما لو انت في الظروف دي وحصل كان اكيد هدوا في نيغوشيشن في الزمن اختلف وحطوا رقم كبير يعني زي لعيبه اوروبا كده. انما عشان كنت صغير عندي 21 سنه ولا حاجه زي كده عدت عليك ظروف كلها بتستفيد منها وبتتعلم منها، وبعد كده بقى لما الدنيا تواكب ويعدي عليك انت حاجات تانية محترف ولعيبة الدنيا اتغيرت. انت مش هتجيب حالتي زي حالة لعيب دلوقتي اكيد، لا الزمن اختلف والوضع اختلف، كل الدنيا اختلف. لكن اهم مباريات في تاريخ الكابتن شريف عبد المنعم خلال السنوات اللي لعبت فيها تحديدا كانت موسم 78-79، مباراه الاهلي وبايرن ميونخ، مباراه الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك ده هو سبب 1-0 بتاع مصطفى عبده. ده كان سبب كنا متاخرين قدام السويس قبلها بماتش في هوا بقى وملعب وحش واللعيبه ما جاتش يومها كتير، لعيبه يعني ما لعبتش ووفروهم لماتش الزمالك وكان الحساب قاسي يعني اتغلبنا الماتش ده ورجعنا على ماتش الزمالك مش شايفين قدامنا. فكلنا كنا 11 لعيب قدمنا منظومه كبيره قوي، طلع منها بقى شريف عبد المنعم. بيبو عمل حاجات مش عايز اقول لك في الملعب خلت الناس من درجه كانت بتهز الحقيقه، ياخد الكوره ويرقصها ويعمل وبتاع
وانا ومحسن صالح كل شويه احنا عند الجون كل شويه عند الجون يعني مفيش ثانيه. وانت عارف الاهلي والزمالك دايما هجمه هنا وهجمه هنا هجمه هنا وهناك بقى قمم صريح حسن شحات اوفر وجعفر ومحمد صلاح وغانم سلطان كانوا فرقه جامده جدا وعلي خليل يعني احنا مش بنلعب لوحدنا احنا بنلعب المنافس الشديد اللي هو على طول معاك يا هو سابقك بنقطه يا اما انت سابقه بثلاثه بنط الماتش ده اللي كان بيحدد الدوري حدد لك الدوري شكله السبعينات والثمانينات واول التسعينات كانت الدوري ماشيه بالشكل ده لا وكان كره حلوه يعني سريعه جدا سريع باص من فاروق جعفر لعلي خليل تك خمس ست سبع مرات في الماتش لازم نجيب له جون اثنين ثلاثه منهم نفس القصه احنا عندنا مصطفى عبده طاير وانا جايب جول وجمال عبد الحميد جول والخطيب اثنين طب مين اكتر لعيب كنت تحب تلعب جنبه او تبقى قريب منه كتير كده كلهم يعني كابتن خطيب طبعا انا كنت بعشق مصطفى عبده ليه انا الوحيد اللي فاهم ان الراجل ده هو سر الخلطه الملعب كله تمام مش بنستقرضه يعني اللي بيطير ويلعب الخطيره انت بقى خليك زاجد عندك القوه انك تستلم انت شفت مصطفى عبده عمل ايه في نهائي افريقيا عمل كام واحده الخطيب جاب منها الاجوال حاجه صح العرضيات كلها وايه مفيش عرضيات ده من نص الملعب عمل له السروب الخطيب خطيب بكل تالنت وكل موهبه راح حاططها ده كان لعيب عندي انا مش بحبه وبتعلم منه وهو اول لعيب اداني هديه وانا في الناشئين قال انت هتبقى لعيب كويس وجاب لي شوز كده كابتن مصطفى عبده جاب مصطفى عبده فده انا بحبه وبحب كاب صفوت الله يرحمه كان بالعينين انا وهو غير بقى في تعاملات انت بتثق في لعيبه معينه طاهر الشيخ مثلا ابقى شايفه بعيني ما وانا جاي من لونج ليفت ماشي خالص ببص على طاهر الشيخ ده رايح ماشي ازاي كذا مره في النجاح اروح قاطع من جوه مسقطها له ويروح واخدها على صدره من ورا الديفنس واعملها عملتها كتير لكابتن خطيب عملتها كتير لكل لعيبه بعد كده جالي علاء ميهوب عملتها له ثلاث اربع مرات بثلاث اجوان يعني ف شخصيتك في الملعب وثقتك في اللعيبه اللي حواليك يعني في لعيبه اديله الكره وفي لعيبه ما اديلوش في لعيبه اسند عليه 1 2 كويس في لعيبه اروح بالعرض وارجعها له عشان عارف انه شوتنج هايل فكل ده انت بتكتسبه من خبره المباريات والمده الزمنيه من العيله من العيله اللي انت عايش فيها كل يوم واحنا كل واحد فينا عارف امكانياته يعني انا مختار اول ما ياخد الكره ويروح ماليش دعوه اروح نازل مكانه هاف ليفت انه عارف مش هيرجع طب الحته دي هيحصل فيها ايه؟ تبقى فاضيه؟ لا روح يا مختار اعمل الغزوه بتاعتك وانا ابقى تتصد اروح تاني والكلام من ده واعمل معاه تاني مناوره جديده ف كل حاجه موجوده في الرياضه زي ما حصلت النهارده قريت على لعيب قال انا مش عارف انا من غير الرياضه ومن غير الكوره هعمل ايه انا الدنيا وقفت خلاص يعني ده تصريح قريته النهارده قريته عن لعيب في في فرنسا باين ولا حاجه كده لعيب في اوروبا في اوروبا الدنيا وقفت خلاص احنا من غير كوره احنا ملناش اي لازمه من غير رياضه احنا ملناش